طيب نكمل بقى القصه بتاعتنا. احنا بالنسبه للمطلوب احنا قلنا ايه اول حاجه في المطلوب؟ احسب القيمه المتوقعه. حسبنا القيمه المتوقعه وفقا للمعطيات، وفقا لهذه المعطيات. السؤال الثاني او المطلوب الثاني بيقول لك احسب الانحراف المعياري للصاد والعين. طيب نحسب الانحراف المعياري ازاي؟ قال لك فيه معادله معروفه خالص جدا وخدناها في مبادئ الاحصاء وخدناها في الاحصاء التحليلي، كل الناس عارفاها. ايه المعادله دي بتقول؟ يبقى هنكتب الاول 2 حساب الانحراف المعياري لمين؟ للمشروعين اللي هم مين بقى؟ المشروع صاد والمشروع عين. طيب احنا عايزين نعمل مشروع مشروع بالنسبة أول حاجة بالنسبة لصاد، بالنسبة لمشروع صاد نعمل إيه؟ قال لك لازم تصمم الجدول هذا، الجدول هذا. إيه الجدول ده؟ أهو سهل جدا. إيه طبعا كلنا عارفين، كلنا عارفين من مبادئ الإحصاء والإحصاء التحليلي إن الانحراف المعياري كنا دايما نرمز له بالرمز ده اللي هو الألفا، عبارة عن الجذر التربيعي لمين؟ للسين ناقص شين شرطة الكل تربيع ضرب الحاء. الجذر التربيعي تاني هقولها تاني، الجذر التربيعي للسين ناقص سين شرطة الكل تربيع ضرب الحاء طبعا مع لفظ الايه؟ المج. يبقى مج س ناقص س شرطه الكل تربيع ضرب الحاء. يبقى انا محتاج دلوقتي اعمل الجدول واصمم الجدول التالي اللي هو س وبعد كده س شرطه وبعدين س ناقص س شرطه وبعدين س ناقص س شرطه الكل تربيع وبعدين نسبه الاحتمال وبعدين طبعا النقطه دي يعني ضرب حاء يعني الاحتمال وبعدين في الاخر خالص بكتب النهايه اللي هو س ناقص س شرطه الكل تربيع ضرب الايه الحاء اهو س ناقص س شرطه الكل تربيع بس ضرب مين؟ ضرب الحاء. ونصمم هذا الجدول. الكلام ده هنعمله للصاد وهنعمله برده للعين على النحو التالي. طيب ايه المعطيات بتاعتي؟ انا هرجع تاني واقول لكم ان المعطيات هنكتبها باللون الاسود عشان ما نتلخبطش. المعطيات بتاعتي، طيب المعطيات بتاعتي الأساسية الأصلية اللي هي كانت عبارة عن إيه؟ اللي هي قيم السين اللي إحنا عندنا كم قيمة؟ طبعًا لو رجعنا للمعطيات قال لك المشروع بتاعنا ده، المشروع بتاعنا ده كان عندنا ثلاثة حالات اللي هي الكساد والاستقرار والرواج 40 70 95. يعني إحنا محتاجين ثلاثة صفوف الآن، أهي الصف الأول الصف الثاني وأدي الصف الإيه؟ الإيه؟ الثالث أهو. تعالوا معايا كده، القيمة الأولى من المعطيات، أنا بكتب دلوقتي المعطيات باللون الأسود، يبقى ال 40 دي معطى، بعد كده ها ده كان ده بالنسبة لصاد، بعد كده 70، بعد كده 95. طيب خلاص سيب المعطيات بقى، هنكتب بقى بعد كده بألوان أخرى عشان نوضح إن هذا معطى وهذا إحنا بنحسبه. طيب السين شرطة دي اللي هي مين بقى؟ السين شرطة دي هكتبها لك باللغة العربية أهي، اللي هي القيمة المتوقعة اللي أنت حضرتك حسبتها، اللي هي القيمة المتوقعة. طيب انت قلت لي يعني ايه كلمة القيمة المتوقعة؟ قلت لي القيمة المتوقعة يعني المتوسط الحسابي المرجح بأوزان نسبية معينة. طيب ما احنا حسبنا القيمة المتوقعة وقلبنا الورقة دلوقتي وقلت لي ان هي بتساوي 72، يبقى طالما هي 72 يعني هي متوسط حسابي يعني ثابت 72 72 72 لانها متوسط التدفق بس في ظل في ظل الكساد والاستقرار والرواج، يبقى احنا بنثبتها 72 72 72 لانها ما هي الا متوسط حسابي. طيب كمل يلا، انت قلت لي هنا س ك بعد كده س شرطه تمام، بعد كده بتقول لي ايه؟ س ناقص س شرطه، س ناقص س شرطه. طيب س ناقص س شرطه اللي هي احسب معايا، يلا احسب معايا. لما نقول دلوقتي 40 ناقص 72 يساوي كام؟ هتقول لي ناقص 32، 32 صح كده؟ تمام. بعد كده 70 ناقص 72 يبقى 2 طبعا بالسهل، 95 ناقص 72 يعني هتبقى 23 بس بالموجب، 23 بالايه؟ 23 بالموجب لان هنا 95 ناقص 72 يبقى 23، كلام مظبوط. بعد كده انت بتقول لي يبقى خلصنا س، س شرطه، س ناقص س شرطه، عايزين س ناقص س شرطه الكل تربيع، الكل تربيع يبقى انا لازم اربع الرقم ده والرقم ده والرقم ده عشان اخلص من القيم السالبه دي، يعني هتبقى بالاله الحاسبه على طول تساوي 1000 24 وبعدين هنا 4 وبعدين هنا 529. اما نسبه الاحتمال ونسبه التحقق ما هي برضو انا هكتبها لك بالاسود. ليه هنكتبها بالاسود؟ لانها معطى من المعطيات عشان انت ما تتلخبطش. دي معطى 10% وهذه 70%، دي معطى طالما اكتب باللون الاسود يبقى معطى 70% وهذه كام؟ 20%. طب لو ضربت ال 10% في ال 1024 هحصل على الرقم ده، وبعدين 70% في ال 4 هحصل على الرقم ده، و20% في ال 529 هحصل على هذا الرقم. طب يلا نكمل. 10% ضرب 1024 هتعطيني 102.4، و70% ضرب 4 هتعطيني 2.8، ثم 105.8. لو جمعت الرقم ده مع الرقم ده خلاص الارقام الثلاثه مع بعضها هحصل على 200
210.6. الرقم ده احطه تحت الجذر احصل على الانحراف المعياري للمشروع. إذن هنقول هنا إذن الانحراف المعياري للمشروع مين بقى؟ انا بتكلم عن مشروع مين؟ بتكلم عن صاد. هيساوي ايه؟ هتقولي الجذر التربيعي لمين؟ ل210.6، يعني الانحراف المعياري بالظبط للمشروع صاد هيطلع لي 14.5. بنفس الطريقه اكمل حساب الانحراف المعياري بس لمشروع مين؟ من مشروع عين، وهمشي برضو بنفس القاعده اللي انا حكيتها من شويه. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س شرط كل تربيع ضرب العين، يعني اهو هعمله بسرعه كده بسرعه. هقول بالنسبه ثانيا بالنسبه لمين؟ للمشروع عين. للمشروع مين؟ عين. يساوي نعمل نفس الجدول ثاني بس باختصار شويه اهو. خلاص هنا س وبعدين س شرطه وبعدين س ناقص س شرطه وبعدين س ناقص س شرطه الكل تربيع وبعدين الحق وبعدين في الاخر خالص اللي هي مين بقى؟ س ناقص س شرطه الكل تربيع ضرب مين؟ النقطه دي يعني ضرب الايه؟ ضرب الحق. خلاص ونروح قافلين الجدول بتاعنا. عندنا برضو ثلاثه حالات. الحاله الاولى اهي، ونقفل الجدول بتاعنا كده تمام اهو. يلا السين طبعا معطيات المعطيات بتاعه العين، المعطيات ارجع تاني للمعطيات بتاعه العين اللي هي كانت عباره عن 100 السين كانت 100 ثم طبعا بكتبها بالاسود لان المعطيات زي ما اتفقنا معاكم ان المعطيات هنكتبها بالاسود، يبقى ال100 وبعدين ال80 وبعدين الايه ال20 لا ال30. طيب بعد كده نرجع تاني بقى نكتب الكلام بتاعنا احنا، القيمة المتوسطة اللي هو السين شرطة، طبعا السين شرطة يعني القيمة المتوقعة يعني المتوسط الحسابي، طبعا أنت حسبت القيمة المتوقعة في الورقة السابقة حسبناها كام؟ للعين برضو قلت 72، وعلى هذا الأساس بنحسب مين؟ اللي هو الانحراف المعياري، يبقى الانحراف المعياري في هذا المشروع 72 وبرضو في المشروع في المشروع عين طلعت 72، وعلى هذا استدعينا أهمية حساب مين؟ الانحراف المعياري. طب يلا كمل الحسابات بتاعتنا، س ناقص س شرطة، يعني 100 ناقص 2 س ناقص شرطة 100 ناقص 72 يساوي كام؟ يعني بيساوي بالظبط 28. بعد كده 80 ناقص 72 بيساوي كام؟ 8. 30 ناقص 72 هتعطيني بالظبط سالب 42. طيب احنا عايزين نربع هذا، س ناقص س شرطه الكل تربيع عشان اجيب العمود هذا، 28 تربيع تساوي بالاله الحاسبه 700 784. طيب 8 تربيع يعني 64. طيب 42 تربيع 1764. طيب نسبة الاحتمال برضه هرجع تاني واكتبها بالاسود، ليه هكتبها بالاسود؟ لانها من المعطيات اللي هي 10 70 20، اهي مجموعهم 10%، بعد كده 70% ثم كام؟ 20%. تمام. اضرب بقى دلوقتي ال 784 في 10% يحصل على هذا الرقم، يبقى كام بالظبط؟ هيبقى 78 فاصل كام؟ 78.4. بعد كده 44.8. بعد كده 352.8. طب لو جمعت الارقام دي كلها مع بعضها هذا الرقم 700 اللي هو 78 و44 و352 هذا مع هذا مع هذا هحصل على الرقم اللي هو جاي ده. الرقم ده اللي هو ايه؟ مجموع المين بقى؟ هعمل مجموع الس ناقص س شرطه الكل تربيع ضرب الحق هيحصل على كام؟ هنحصل على كام بالاله الحاسبه؟ 476. ال 476 ديت اعمل لها الجذر التربيعي احصل على الانحراف المعياري بس لمشروعي. يبقى اذا تكتب لي كده، اذا الانحراف المعياري للمشروع دي عين يساوي الجذر التربيعي لمين؟ ل 476. 476 يبقى بالآلة الحاسبة لما اجيب الجذر التربيعي ل 476 احصل على الآلة الحاسبة على طول ب 21، يبقى الإجابة تطلع كام؟ هتطلع لي 21.8. طب بالله علينا احنا دلوقتي حصلنا دلوقتي ها في عين على 21، الانحراف المعياري بتاعه 21.8، والانحراف المعياري للمشروع صاد طلعت كام؟ 14.8.
5.14 وهنا 21.8، يعني الانحراف المعياري لصاد اصغر من الانحراف المعياري لمين؟ لعين. يبقى انا اختار دلوقتي المشروع صاد ولا اختار المشروع عين؟ طبعا انت بتقول لي ان الانحراف المعياري بيقيس درجه التشتت، يبقى اللي تشتته اقل يبقى هو المفضل، يبقى انا اختار مين؟ اختار المشروع صاد، وانا مغمض على طول. ليه؟ لانه صاحب اقل انحراف معياري، لان الانحراف المعياري بيقيس التشتت، فالتشتت اقل يبقى هو المفضل وفقا لمعايير دراسه الجدوى. اللي معاييره اللي الانحراف معياري بتاعه اقل يبقى هو المفضل لدي في دراسات الجدوى. طيب انا كده خلصت من مين؟ من الانحراف المعياري. بقي لي احسب ايه دلوقتي؟ بقي لي احسب معامل الاختلاف.